كويس، لما تيجي تراجعهم تلاقي كلهم معمولين خلال الايام اللي فاتت. معنى كده ان الناس دي بتعمل حسابات عشان يعملوا الهاشتاجات، اللي يقول لك ايه هاشتاج مش عارف في كام واحد وقال لك ارحل وما ترحلش واقعد وما تقعدش والكلام اللي هم بيقعدوا يقولوا عليه ده. هنا يا جماعه المساله اكبر من هؤلاء الاشخاص، عشان انت تبقى عارف، لانه انت مثلا قاعد امن مستقر في البلد، ظروف صعبه ظروف مش صعبه بس قاعدين امنين مستقرين في هذا البلد، في اطماع وفي صراع على المصالح في المنطقه. يعني انا هفرجكم على تصريحين كده لوزير الدفاع التركي. وزير الدفاع التركي الاولاني بيقول ايه؟ اهو، الاتفاقيه الموقعه بين مصر واليونان، انتوا عارفين اتفاقيه ترسيم الحدود بيننا وبين اليونان، قال لك ايه؟ الاتفاقيه الموقعه بين مصر واليونان تنتهك حقوق الشعب المصري وتفقده سلطته البحريه. ده التصريح الاولاني. طب والله شكرا، انت خايف علينا يعني؟ خايف على مصالحنا؟ خايف على حقوقنا؟ شكرا والله. يعني مشكورك يعني. لكن تروح بعد كده للاتفاق يقول لك ايه؟ اكار، اللي هو خلوصي اكار. اتفاقيه القاهره واسينا البحريه عديمه الفائده وضد مصالح الشعب اليوناني. ايه الراجل الطيب ده؟ راجل محترم جدا، خايف على الشعب المصري وخايف على الايه؟ على الشعب اليوناني. طيب روح بقى عند الجزيره حبيبتهم، قال لك ايه؟ وزير الخارجيه التركي، الاتفاق بين مصر واليونان يضر بمصالح تركيا وبحقوقها البحريه. ايوه اظهر وبان بقى عليك الامان، لانه هنا الفوله، هنا الفوله بالظبط. هو قاعد يقول لك ايه؟ تضر بحقوق الشعب المصري، تضر بحقوق اليونانيين، لكن في كلمه الحق بتطلع عندهم هناك بقى، بيصرحوا لحبايبهم بتوع الجزيره، فقال لك الاتفاق بين مصر واليونان يضر بمصالح تركيا. هي دي الفكره وهي دي الخناقه. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، والله الجروب بتاع ماعت، وهم ناس بيعملوا شغل كويس قوي، انا بشكرهم يعني، عملوا تقرير لطيف جدا، قال لك ان تركيا دي ما شافتش خير من اللحظه اللي قرروا ان هم يتبنوا الاخوان. ورونا يا جماعه. من مصر خرجت جماعة الإخوان، ظلوا لعقود يدعون أن لديهم مشروعا إصلاحيا، لكن وصولهم للسلطة كان كارثيا، فخيم شبح الانقسام المجتمعي على البلاد، وتعرضت الدولة لخطر الانهيار. الإخوان عايزينها خرابة، الإخوان عايزينها خرابة. لكن انتفاضة الشعب المصري خلصت البلاد مما أصبح يوصف بلعنة الإخوان. مجموعة إرهابية، جماعة إرهابية، مش جماعة سياسية. الإرهاب ما ينفعش يحصل. كل حاجه كانت بتتعمل كانت ضد الشعب المصري، وهو ده اللي احنا رفضناه تماما. الشعب كله كان رافض كل اللي هو كان بيعمله. وهكذا فشلت الجماعه في مصر فشلا ذريعا وغير مسبوق في تاريخها. عام واحد من الحب واصبح رصيد الكراهيه للاخوان بلا حدود. الى تركيا توجهت الجماعه لتصيب لعنتها الدوله هناك، فقد انحاز اردوغان للاخوان ما ادى لخسارته مصر، الدوله الاقوى في المنطقه العربيه. bizim Mısır'la bir sorunumuz yoktu. Niye Mısır'la kavga ettik? Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi Mısır. muhalefetinizi zikredersiniz. kanaatinizi beyan edersiniz. لكن خسارة أردوغان لمصر لم تكن خسارة سياسية فقط بل اقتصادية أيضا، فخسارة مصر ضيعت على تركيا حليفا هاما. Kıbrıs Rum yönetimi orada, Mısır orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Mısır'la kavga ettik. Mısır'la hiçbir sorunumuz yoktu. Niye kavga ettik Mısır'la? وهكذا أصبحت تركيا معزولة في شرق المتوسط لدرجة أن أردوغان تراجع وطلب التفاوض. kazan kazan esasına dayalı olarak biz Akdeniz'deki bütün kıyıdaş ülkelerle her türlü adımı beraber atabiliriz. إجمالا ومنذ وصول الرئيس ذي الأيديولوجية الإخوانية للسلطة وانحيازه للجماعة وعداد خسائر الحلفاء لا يتوقف، ليشمل مصر والسعودية وسوريا والعراق واليونان وقبرص. biz bu ihvan yapılanmasının veya siyasal İslam yapılanmalarının bölgedeki tüm birikimlerini, dengelerini, stratejik ilişkilerini değerli yeksan ettiğimiz. وكأن لعنة الإخوان كانت وبالا على تركيا، فهي تعزلها بالتدريج.
بالتدريج وتزيد من مشكلاتها، وليس الأمر مصادفة، فما يجري هو نتيجة طبيعية للأيديولوجية الإخوانية التي لا تعرف سوى الإقصاء والسعي لتحقيق الأطماع بأي وسيلة. Kaybetmesin, kazansın deniyorsa bir, İvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan. Bunu bırakması lazım. Ne İvan'ı kardeş? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları her şeyin üstündedir. İki, Mısır'la barışacaksın. Ortak tarihimiz var Mısır'la. Niye kavga ediyoruz? Bu kavganın faturası Türkiye... لا أحد يراهن على هذه الجماعة ويربح أبدا. عموما احنا قدام مجموعة من الناس اللي خانوا بلدهم، باعوا ضمائرهم، الآن باعتراف أو توصيف محمود حسان انك قدام مجموعة من المرتزقة البيزنس اللي هو عايز يطلعك انت للشارع لمصلحة ناس تانية وهو قاعد مستقر وآمن في مكان. ولذلك الحقيقة أنا لفت انتباهي فيديو متداول النهاردة كيف يسخر الشعب المصري من هؤلاء المتآمرين اللي هم بيتآمروا عليه، اللي هو كل شوية يعمل لك استنزاف، لأن هم لو نجحوا كمان في استنزافنا فيبقى خسارة كبيرة لينا. هذه سخرية من الشعب المصري مهداة إلى هؤلاء الأرجوزات البهلوانات. خليكم مع هذا التقرير ونطلع فاصل بعده ثم نستكمل جزء مهم برضو هنتكلم مع حضراتكم فيه. ثم يبقى مطلوب من الشعب ان يدفع ثمن هذا الخراب اللي اتعمل. ازاي الاستف ده هيتم؟ عن طريق اللجان الالكترونيه. متآمر وهبل. فأنا بعتذر جدا جدا للشعب المصري ومش هتكلم تاني في موضوع السياسة أو في الوطن. بس بلالينا بقى، بس ما تفقست واللي كان كان.